في مستشفى المعمدان وسط غزة، مئات الفلسطينيين قضوا نحبهم بعد غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت المستشفى. مستشفى كان فيه مرضى وعجزة وأطفال لم ترحمهم نار الحرب. أب مكلوم عاد ليسأل الطبيب عن ابنه المريض، فلم يجد لا الطبيب ولا الابن ولا المستشفى. احنا قاعدين شارلين اننا واخدين اليوم من الدار، قاعدين عند خالي في المستشفى، بدنا نقعد قلب الدار جوا. قديش عدد الناس اللي في المستشفى؟ يمكن فوق الاولى باك ما يقارب 5000 واكثر. والله ضربوا المستشفى، والله العظيم ضربوا المستشفى، واخويا الصاوب وابويا الصاوب والله صاوبه. بس الحمد لله ربنا على الظالم، ربنا مش هينسانا. الأرقام الأولية تشير إلى مقتل أزيد من 800 شخص والعدد في ارتفاع وسط غضب شعبي عارم ومسيرات احتجاجية في مدن متفرقة.